وللمزيد حول استعدادات الجهات المعنية للحالة الجوية غير المستقرة ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد حمد صباح سوار مدير إدارة الأزمات والكوارث في الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. نرحب بك في نشرة الثالثة. البداية، ما هي أبرز استعداداتكم للتعامل مع الحالة الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تشهدها المملكة بدءا من مساء اليوم؟ طبعا بداية أشكركم على الاستضافة. اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية قامت بعدد من الإجراءات المختلفة اللي تساعد بشكل كبير في الوقوف على استعدادات الجهات المختلفة فيما يتعلق بالتقلبات الجوية اللي راح تكون إن شاء الله خلال فترة اليوم وبكرة. طبعا هناك عدد من الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع الجهات لرفع الجاهزية بما في ذلك الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى وزارة الأشغال والبلديات، توزيع عدد من المضخات والآليات المختلفة اللي راح تساهم في يعني إبقاء الشوارع الرئيسية والفرعية خالية قدر المستطاع من تجمعات الأمطار في حال وجودها. كذلك تم أخذ الإجراءات الخاصة بتثبيت الإعلانات و غيرها من الأشياء اللي ممكن تتطاير أو تكون موجودة في الشوارع. نعم. تم أيضا وضع عدد من الآليات والسيناريوهات اللي راح تقوم فيها الجهات المختلفة، كما تم نشر عدد من الإرشادات على المنصة الوطنية للحماية المدنية لإيصال معلومات الخاصة بالتعامل مع الحالات الأمطار الغزيرة أو كذلك الرياح الشديدة، كما تم إعداد عدد من النشرات والتحذيرات اللي راح يتم نشرها بشكل دوري بناء على تطور الحالة ويعني التغيرات الجوية المختلفة. نعم، إذن الرائد حمد صباح سوار مدير إدارة الأزمات والكوارث في الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.